جواد معنا رسامنا الكاريكاتير جواد مراد بفقرة الكاريكاتير. بالذات أنا حابة أسأله إذا هو لساته عم يطلع بالنادي الرياضي ولا 20 يوم وبطل. صباح الخير جواد. صباح النور بستان. منيح ذكرتيني أنه لما بشوف حدا بشجعني كمان رجع على الرياضة. أو يعني أنت تركت لأنه أنا ما شجعتك أنت تركت. تذكري فترة تعلمت سباحة تمام؟ ما كنت بعرف سباحة أبداً. فبآخر الصيفية هيك بلشت أتعلم سباحة، ولكن لازم رجع على النادي مرتين لأنه بلش في تهديدات من الكرش. من الكرش أنا لساته، لأنه أنا بفترة صراحة أن أول ما أترك يعني أول ما أهمل حالي أسبوع 10 أيام دغري بعرف حالي أنه عم بلش، خاصة من طبيعة العمل طول وقت قاعد وهيك، فهي مشكلة بصراحة. لا وأنت قبل فترة كنت نشيط كتير. صحيح. كنت تطلع النادي وهيك. في بكير ويجي يجي داوم بالفقرة. هلا حاليا صار بدنا 100 تليفون لحتى نقعدك بالصباح. صحيح. للأسف كان الفترة الماضية عليه شوية ضغوطات شغل، وأكيد لازم مرة ثانية أرجع النادي. فعلا أكيد. قوليستان بدون مبالغة ممارسة الرياضة يعني انعكاساتها على نفسية الواحد وعلى جسمه كتير 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 مهمة. وانا بشجع اي حدا من اصدقاء ورفقات انه يسجل بنادي تبع تمارين البيت ولا خير. صراحه هي ماده انه مثلا الجسم بتفرز ماده بيشعر بالطاقه الايجابيه، بيشعر انه بالمزاج الرايق. صحيح. واحد يعني بيرتاح بينبسط بما يعني ما بيضل كسلان طول الوقت، بيتفائل اكثر. اذا كان زعلان من حدا بتلاقي فشخلقه بفشخل يعني فرغ شحنات السلبية. بس ما يكون ضربه باعتبار صار لا شوي لا قوي. لا بالعكس الفرغ شحنات السلبية بالرياضة وهيك. يعني انت اذا مزعوج من حدا حاليا بعد الحلقة فيك تاخذ راحتك يعني. بروح النادي. تمام. لا بتخافي انه هو دا يكون رايح قبلك على النادي فيغلبك. فاحتمال هو بدل ما عندك فيش خلقك هو فيش. تمام. فبصير عندك بقى بدل انتقام. انتقامي. انتقام. لا اكيد عم بحكي عن الشعور الايجابي بالرياضة. وانا لازم ارجع له فعلا ان شاء الله. ان شاء الله معناته نحن ذكرناك وكل حلقه رح نذكرك. تمام. ترجع للنادي. شايف هذا الاحراج هذا على الهواء مباشر بيخلي الواحد المشاهدين شاهدين علينا. صحيح. مو واحد اثنين، في عدد كبير من الناس اكيد. طيب جواد انت بلشت بالرسمه، شو صحيح. رسمتك اليوم؟ شو موضوعك اليوم؟ شو الفكره؟ جلسان احيانا الرسمات اللي بتكون يعني الفكره اللي بتكون قرار ارسمها غالبا مثلا بكون بالبيت عملت سكتش صغير تدربت عليه شوي او هيك يعني، فهذا الشيء ما بيخوفني. ولكن مثل اليوم انا بصراحه ما يعني ما كنت محضر ابدا، ما محضر تنفيذ الفكره مباري ناضجه، ولكن تنفيذها هيك لهيك كنت خايف بسرعه، بس بدي اعرف انه رح يطلع بايدي او لا. وعلى طول كل مره يجي بدي بلش بحس حالي ما بعرف ارسم، بخاف يعني في هذا القلق. يعني هذا القلق موجود دائما عندك جواد؟ انت بس تبلش بالرسمه تكون رسمي اول مره يعني فكره موجوده بخيالك. تمام. فواحد بيخاف انه بلكي ما بعرف ارسم يعني كثير مرات بلكي ما بتطلع معي. متخيل انه مع انه هذا شغلنا من سنين طويل يعني، ولكن بضل عندك هذا الخوف انه يا ترى بيمشي لحاله ولا ما بيمشي لحاله. يمكن هذا القلق هو حافز للواحد يطور حاله على طول ويلاقي مهارات اكثر ويلاقي تقنيات احسن لاداء الشغل. اكيد. اليوم رح ارسم عن يعني كل فتره عن طريق اليوتيوب وهيك بركز على موضوع ما وبحاول تابعه عن طريق الافلام الوثائقيه اللقاءات وهيك يعني. طبعا وهذا الشيء من ايجابيات الانترنت لما بيمنحك اللي بدك اياه يعني. طبعا لازم واحد ما كثير ينجر كمان لانه احتمال تكون معلومه غلط، فلذلك يعرف كيف يقارن. هو لانه ما في رقابه على المعلومات يعني. تمام. كل واحد عم بينزل المعلومه اللي بده اياها. طبعا واحد باعتبار البعد في بعد بيناته، مجرد هو انه شاشه فانت مالك واثق اذا هاي المعلومه صح ولا لا، لكن خلاص بمجرد ما بتشوفها اتوقع بتاخذها يعني احتمال تكون صح يعني. واحد ياخذ باله انه هي صح. المقارنات يعني لهيك واحد لازم يعرف كيف يكون عنده خلينا نقول نظام للفلترة، نظام فلترة للمعلومات اللي عم توصله. طبعا التلفزيون لحاله شو ما كان مع مين ما كانت اللقاءات او البرامج غير كافي ابدا للحصول على المعلومة صحيحة. والاقل من هيك وسائل التواصل الاجتماعي يعني الفيسبوك والتويتر والانستغرام هدول ابدا ولا هن معيار. المعيار الاساسي هو انت لما البحث عن طريق الكتاب والقراءة والمطالعات. صح. هالطريق الاساسي بيدعمه بوسائل ثانيه مثل الانترنت. تثقيف التوعيه. تمام. لازم يخلينا نفرق بين الخبر الصحيح والغير. تمام. الصحيح. لا وحتى حاليا بالتلفزيونات يعني صح بالمعلومه نفسه اذا قعد بلقاء مباشر احتمال ما يعطيك المعلومه الصحيحه. صحيح.
يعني يحرف هاي المعلومة. تمام. في انحراف كتير بالمعلومات وتوصل للناس وتوصل للمشاهدين بطريقة خاطئة. تمام. يعني فكنا عم نحكي يعني كنت عم نحكي عن وسائل خلينا نقول مصادر الخبر أو المعلومات اللي هي متعددة، ولكن تعدد هالمصادر لما واحد ينوع فيها بيقدر يوصل للشيء الأقرب للحقيقة ولو ما كانت حقيقة كاملة. وبعدين في الحكم العقلي يعني أنك تحكم على هذا الخبر هو الصحة وربطه بمجمل أمور يعني عموما يعني هالقصص كلها دائما هي مصدر للشغل اللي عم بشتغل عليه. لذلك كم مرة صرنا نرسم عن الإعلام عن الكتاب عن الثقافة، لكن اليوم عن التحريف إلى حد ما اللي كنت عم بحضر يعني مجمل من برامج عن صناعة الرأي العام عن الأخبار الكاذبة عن تضليل الإعلامي عن وسائل الإعلام اللي هي تتحكم بمصائر وشعوب ولا تمام بأخبار كاذبة. الإعلام اللي عم بيركز على شيء ويهم جوانب تانية مثلا بتلاقي بياخذ الشيء اللي بيهمه. تمام. فبدي احكي عن هالقصة هي عن تلاعب بالإعلام بي 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 بالأخبار بالحياة. تمام. بالحياة أو بالأخبار أو بالشخص أو بالناس. تمام. أو بالجمهور. هذا كل شيء موجود كلياته تمام مرتبطين ببعض يعني صح. طيب جواد أنت يعني طبعا هذا الشيء مثل ما قلت أنت هو موجود، يمكن أنت قبل هالمرة ما رسمت عن هذا الشيء، رسمنا بس بمنحة تانية، رسمنا عن صناعة الوعي، يمكن رسمنا عن تحكم الإعلام كيف يتحكم بالعقول. ولكن اليوم بتحكي كيف عم يتلاعب بالمعلومات. تمام. الإعلام. وأنت شو رح ترسم يعني؟ أتوقع أنت أنا شايفة تلفزيون صغير هو. أوكي. ما تشوف جديد. عم تغش اللي جبتيه من هنيك لهون مشان. هذا طبعاً بقى شوف الدمج بين برامج المواهب. فكرة برامج المواهب وإجت الفكرة هيك يعني. طيب. وربطه بهالقصة هي قصة التلاعب يعني هو لازم يتلعب واحد فيهم، إذا ما تلعب كيف رح تكون مشوقة يعني الخبر؟ لازم يكون فيه مشكلة التشويق راح أقولي صار أيامها كلها عنف وأكشن وهيك يعني هو الحياة صايرة كلها أكشن. طيب جواد الرسمة صعبة ولا سهلة كيف رح تكون بالنسبة لإلك؟ ما تخيل ما تمرنت عليها؟ إن شاء الله ما تكون صعبة، أتمنى يعني ما لي منفذ عليها شيء فما بعرف صراحة يعني إن شاء الله. طيب معناته أنا راح أتركك أنت مع الرسمة تبلش لنا بالرسمة، لأنه أوكي. إذا أنا بلشت أنا إذا طولت معك بالحكي ما راح ترسم. لا بدنا نشوف الرسمة على الشاشة باعتبار جواد خلاص أنت خلص ثواني بس ثواني كمان كالعادة جريستان صعب أنت نسيت اسمك. تمام. إيه لا كنت حرف الألف غلط كنت حاطف كتير مرات تكون مخربط منيح الناس ما بتنتبه. فينا نشوفها طبعا فينا هلا نشوفها الرسمة على الشاشة أكثر وكمان تشرح لنا يعني الرسمة. تمام. طبعا كوننا نحن عم نحكي قبل ما نعرض الرسمة عم نحكي عن الموضوع بشكل عام، فالمفروض انه يكون هالموضوع يعني استيعاب الرسمة سهل. الرسمة الطولانية هي ما بيزعج الأنمار من التصفير. عموما عم شوف لك كنت عم تعرض برنامج المواهب. تمام. تمام. يعني في شو العلاقة بالألعاب البهلوانية اللي بالسيرك؟ أيوة. بتعرفي اللي بتمددوا وبيحطوا مثلا كرة على رجليهم بيحركوها، في براعة بأداء هالحركات البهلوانية هي فنحن عم نشوف هون لاعب السيرك هو تلفزيون هو قاعد عم يتلاعب بالكره الارضيه بدورها على رجليه يعني مو حتى على ايديه كمان صح عم يلعب الاخبار الموجوده بكل الدنيا. تمام. فتلاقي الخبر واحد بيخرب الدنيا. تمام. وغير انه يا بتعرفي بيلهب الناس واحيانا بيعمل مشاكل وحروب وما الى ذلك. تمام. يعني احيانا الاعلام بدل ما يطفي النار تلاقي بزغرت بكيف بس يصير في مشاكل طبعا بتهاجر بينقلها من دوله لدوله اللي يعمل مشاكل. صحيح. طبعا هذا بشكل عام يعني الفكره اللي حكينا عنها. تمام. فكره حلوه طبعا ولعبه بهلوانيه. تمام. يعني هاي الالعاب الاعلام بيجيدها صح، ولا يعني في مؤسسات ضخمه بتشتغل على القصص انه شوي يعني مو شرط انه الخبر واحد يعني هي عبر سلسلة طويلة من الأحداث والأخبار واللقاءات والمسلسلات وبرامج ما بعرف شو
ليكون عندك فكره معينه عبر الزمن. طبعا شغله صعبه كل سنه اكيد بصراحة. جواد طبعا شكرا لك كثير على الفكره على وعلى هذا اللعب البهلواني اللي عم يلعبوا فيه في بالكره الارضيه. تمام شكرا لك كثير، فكره حلوه واتوقع هي معبره. شكرا لك، انت تعذبت برسمتها اكيد. ايه تمام. وان شاء الله تكون معنا كمان الحلقات الجايه. بس تعذب هيك طولت كثير انت هالمره. هلا عينك. شكرا لك جواد.